هكذا انطلقت العملية من فهد درمش ورياض عمارة وزبير بيا بهذه القذفة المقاسية بين قوسين، يحقق هدف جميل لا يجود به الزمان كثيرا، لكن فرحة أبناء النجم الرياضي الساحلي لم تدم إلا أقل من دقيقة، ويتمكن عادل الجباري من تحقيق هدف التعادل. إعادة إذن شكري الواهر اللي في هذه اللقطة يحاول مراوغة روان اللي يتفطن ويستك منه الكرة، والهيش يحاول إبعادها، ولكن زبير بيا ينقض على الكرة ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 40 لصالح النجم الرياضي الساحلي. وكذلك بعد ما شفتوا دو سانتوس يتنرفز على لاعبيته في عمليات في الدفاع، عم لاعبين الدفاع نتاعو، حوزي البنزرتي يتحسر على قبول فريقه للمباراة. مخالفة يتحصل عليها النجم زبير بيا ينفذ مباشرة في الشباك، هدف لصفر للنجم الساحلي. هدف مباغت فاجأ الجميع وخاصة الترجيين في 12 دقيقة لعب. بعد ما عرف زبير بيا صاحب هذا الهدف كيفاش يراوغ الحارس نبيل العلاقي في حي الزمني قصير ويحط الكرة في الشباك بأسلوب ما يعرف سره كان زبير بيا نجم الساحلي. توزيعة ثانية من نفس اللاعب بيا في اتجاه سوما، البدوي ما يقراش حسابه كما يلزم، وسوما ما يلمسش كرة بيا اللي واصلت طريقها نحو الشباك باش يتمكن بيا من التسجيل لأول مرة في تاريخه للنادي الصفاقسي. يستغل زبير بيا توزيعة الحمروني وخطأ المدافع شانغاي ليمضي الهدف الأول لفائدة النجم الساحلي. النجم بعد هذا الهدف حاول استغلال الارتباك الدفاعي للزائرين، حارس الشملي لم يتمكن في المقابل من التصدي لتصويبة بيا في دقيقة 78. هذا الهدف كان حاسم وأثر على معنويات أبناء الملعب اللي تركوا فراغات واضحة. بيا يطلب في كورته، زبير بيا يقذف ويسجل الإصابة الثانية. إذن الهدف الثاني هجوم معاكس لفايت النجم الرياضي الساحلي، يتمكن على أثره من تسجيل الإصابة الثانية، وبالتالي زبير بيا يتمكن من تسجيل الإصابة الثانية لفايت النجم الرياضي الساحلي، ويمضي بصفة رسمية ترشح النجم. حتى كان زبير بيا على موعد مع شباك بعد ما وجد نفسه في موقع مناسب وبارتماء رأسية إغارة الحارس خبير. الهدف هذا خلى نسق اللقاء يرتفع، النجم اكسب شحنة معنوية إضافية. يقوم النجم بهجوم معاكس سريع عن طريق زبير بيا ويسجل الهدف الثالث في برشا صنعة من لاعب عنده الكثير في جرابه. الكرة تلصق في الساق اليسار لعماد بن يونس اللي دوخ منافسه ويحط كرة على طبق زبير بيا. 1-1 بعد 45 دقيقة لعب، هدف قاتل في وقت قاتل.
Ein Blick, ein Pass, ein Tor. Das 3:1 für Freiburg durch Beyer, sein sechstes Saisontor. Es hat sich also gelohnt, dass Volker Finke extra nach Albertville ins Trainingslager der Tunesier gereist ist, um die beiden Nationalspieler für dieses Spiel loszueisen. Ein schulmäßiger Konter, schulmäßig abgeschlossen. Kein Wunder, Volker Finke war ja einmal Lehrer. War das die Vorentscheidung? War das der Freiburger Aufstieg? Die Fronzek, nochmal Fronzek und Bayern 0:1, 17. Minute. Etwas überraschend zu diesem Zeitpunkt, umso größer die Freude bei den Tunesiern. Noch einmal der Rückpass von Weishaupt. Fronzek mit Flachschuss, Matisse kann klären und dann ist Bayer zur Stelle. Und so erlebte Volker Finke die Führung. Atem anhalten und abfeiern. Der Tunesier Mehdi Ben Slimane. Gleiche Ausgangssituation wie beim 0:1 und da ist das 0:2. Fast eine Kopie des ersten Tores. Der Angriff über rechts von Slimane und Bayer, sein tunesischer Landsmann, schließt ab. Schön, wie Slimane Cidl einfach stehen lässt und dann den Blick für den Landsmann in der Mitte hat. Und auf der anderen Seite nimmt die Bundesligamannschaft nicht ganz so locker. Und jetzt zu Bayer, Bayer. Bayer gegen Reinhardt. Oh. Klasse gemacht, ne? Da schauen wir ganz genau hin. Wird sicherlich wieder geflaxt. Die Abwehrstärke von der ersten Mannschaft ist wieder mal richtig augenscheinlich geworden. Torschütze, Wadi Siemens. Freiburg, vor allem durch Bayer und Butte im Mittelfeld, ist jetzt deutlich überlegen. Bochum am Ende. Bayer 4:0, 66. Minute. Ein Debakel für Bochum. Ve Baya maçta 20. dakika. Bütün savunmaya aşan top Patri'de yanıltıyor ve Beşiktaş golü olarak Gençler Birliği ağlarına takılıyor. Bu Baya'nın ligdeki ilk golü, değerli izleyiciler, görüntüde Baya. Zambiya. Zubir Baya tam Adil Selimi. زبير بيا يزعل انت بالغيزة تبري وتبع الهدف الثاني الهدف الثاني والسيناريو الامثل الهدف الثاني للمنتخب الوطني التونسي 2-0 لتونس امام زامبيا يعني السيناريو الامثل من دقيقة تقريب كنت احكي على السيناريو الامثل والحمد لله زبير بيا يسجل الهدف الثاني وزع كرة باتجاه برخيزة ومرت مباشرة ودخلت هكذا للشباك بطريقة مثلى بطريقة ممتازة الكرة باتجاه الرأس بياخذ الرأس تمشي باتجاه الشباك 2-0 لتونس 2-0 لتونس وحذاري دائما حذاري زبير بيا يفتتح النتيجه لصالح المنتخب الوطني التونسي اذا في بدايه هذا اللقاء وتصبح صالح المنتخب الوطني التونسي بدايه طيبه والاعاده امام
امامكم وما خطط وقع فوق الميدان مهدي بن سليمان يراوغ ويخرج كرة يضيع الاتزان نتاعو المدافع الايسر كومبا وتصويبة زبير بيا يفتتح النتيجة صالح المنتخب الوطني التونسي من زاوية اخرى وبداية طيبة وان شاء الله مازال بفضل الانتصار هذا الكاس العالم اليابان هاو زاد كذلك زبير بيا كان سجل هدف جميل ياسر في الزائر سابقا جمهورية كونغو الديمقراطية الان هدف جميل كذلك. اذا حابين نعطيو فكره مش ما يتعداش الحدث هكاك معناتها هدف بالطريقة هذه مش ديما راهو في البطولة. مش كل يوم راهو هدف حتى هذه صحيح حتى هي سليمي اتس 4-2 تونيزيا pull one back it took a reflection of that I'm sure well in the final shake up زياد الجزيري داخل مناطق الجزاء وينتظر في المساندة وتمشي للكنزاري والهدف والهدف الخامس الهدف الخامس عن طريق زبير بيا وتخريج كرة طيب عادل عادل والهدف الهولندي صلاح المنتخب الوطني التونسي زبير بيا في الدقيقة العاشرة عمل كبير وممتاز عمل من تيراس كبير ياسر عادل السلمي خرج كرة من نوع كبير وكبير جدا كرة ممتازة 10 دقائق لعب هدف بامتياز كبير عادل السلمي و زبير بيا افتتح النتيجة إذا 10 دقائق لعب والجماهير هنا في المنزة إذا تعبر عن فرحتها بهذا الهدف الأول 1-0 البداية طيبة رغم أنه شفنا في وسط الميدان التحكم الآن في الكرة أي هدف كان بإمضاء زبير بيا وبطريقة لا يمكن نسيانها على مستوى الجمالية نزار كحلاوي داخل 18 يمر زباير والثاني الهدف الثاني زباير بيا لمسة سحرية على يمين الحارس والحارس سيف هدايا يتبع الكرة وتفاعل جماهير على يمين الحارس جماعة ملعب فيها بالمكراسي وزباير بيا في التنفيذ غادي يشوفوا يوزع بالراس تحلاوي زباير زباير والجول الهدف الثاني زباير كيليان 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 زباير 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 بيا في الشباك في الشباك من لا فنان من لا فنان يا زباير